هو بس خليني يعني انا كان ليا تعليق بسيط جدا اتفضل. بس على موضوع نادي قضاة طنطا. الحقيقه انا زعلان قوي على المستشار طلعت عبد الله كده، ولا يعرف يروح رحلات ولا يعرف يروح النادي يشرب شاي وقهوه، فعليه بقى الاشتراك في نادي الاهلي او نادي الزمالك طالما فصلوه من نادي القضاة يعني. انما الحقيقه انا بشكر حضراتكم على التقرير الممتاز الهايل اللي هو بيوضح جميع اراء الشعب المصري في الشارع، في من هو مؤيد لبقائها، في من هو عايز يغير عشان يرضي المعارضة، في من هو عايز يغير عشان شايفها فعلا حكومة مقصرة، في كل ده. احنا بقى ما بننفصلش عن الشارع المصري، احنا فعلا بنقول ان احنا محتاجين تغيير، لان احنا هنكون منصفين شوية ان احنا كنا شايفين ان المشكلة الكبرى في الدكتور هشام قنديل، لانه زي ما قال الاستاذنا عبد الغفار شكر ان في ان هو غير مسيس، غير مسيس بمعنى ان انا ممكن اخد قرارات اداريه سليمه 100% ولكن في توقيتات خاطئه، فيصبح القرار كالعدم او عدمه احسن. وفي نفس الوقت اوقات ما اخدش قرار في وقت كان يستلزم وجود هذا القرار. ده خلانا بصينا للدكتور هشام قنديل ان هو لا، في مشكله في اداره الحكومه الفتره السابقه، فكان لازم ان هو يرحل. بس احنا من مدرسه تانية خالص، اللي هي احنا بنضع الرئيس امام مسؤولياته ونقول له هذه الحكومه مقصره ويجب ان تغير. انا في الوقت ده اعمل ايه؟ طبعا احنا ما بنتكلمش على الحكومه كامله، يعني عشان انت مع التغيير، مع التغيير الكامل، مع التغيير الكامل. ولكن لن اقف عصره ضد التعديل لسبب بسيط جدا. انا شايف ان حتى في ظل تغيير الحكومه يجب الابقاء على بعض الوزارات اللي هي تعتبر شغاله جدا، واحنا اشرنا الى بعضها النهارده في بيان جابت الضمير. احنا شايفين مثلا ان وزير الصناعه، وزير الاستثمار، وزير تمويل. التموين، ويعني عمنا عبد الغفار شكر بيقول وزير التموين اهو، يعني في عندنا خالد الازهري، اسامه ياسين، في عندنا يعني وزير الداخليه احنا قلنا محتاجين اعاده هيكله انما ما يرحلش. يعني احنا كجبهه قلنا الكلام ده، وانت طبعا كنت مستضيف او بتكلم المتحدث الرسمي بتاعها اللي هو حاتم عزام او خارج مصر، فالحقيقه كان برضو تعليقه واضح جدا. احنا مش هنقف بقى ان احنا نعمل حائل ضد ان التعديل الجذري اللي في الحكومه ونفضل بقى نبطل هذه الحكومه، لا، احنا برضو هنساند عشان مصر تعدي من الكبوه اللي هي فيها. وزي ما قال عبد الغفار بان انت عندك الديمقراطية هتستلزم وجود حكومة ائتلافية، وأنا متأكد إن شاء الله إن الحكومة القادمة هتكون ائتلافية، محدش هيكون له الأغلبية في مجلس الشعب القادم، ويمكن تكون أكثرية واضحة.